هنا يتحد الآلاف من مسلمي لندن في أحد أكبر مساجدها، بينما تطوق عناصر الأمن المكان بعد تراجع موجة عنف وشغب امتدت لأكثر من أسبوع. ولدت وتربيت في هذه البلاد وأفتخر أنني أنتمي إليها، ولكن ما حدث الأسبوع الماضي فهذا يجعلك صدقا تفقد إيمانك، فهذا لا يعني إلا اضطهاد الإسلام. أتيت لأعبر عن تضامني مع المسلمين ولأخبر الناس هنا بأن البريطانيين ليسوا كلهم مثل هؤلاء المتطرفين. هدوء حذر في أنحاء المملكة المتحدة بعد أحداث الشغب التي نفذها ناشطون ينتمون إلى اليمين المتطرف ضد المسلمين والمهاجرين. هي الرسالة التي توجه في هذه البلاد ضد هذا التيار القائم بالعنف والعدوانية، لابد أن نتحرى الدقة عند المواجهة وأن نظهر أنفسنا بصورة حسنة تعبر عن حقيقة الإسلام. الدرس الأهم لهؤلاء الذين انخرطوا في الشغب بأنه تم اعتقال المئات منهم، كثير منهم تم اتهامهم ومحاكمتهم وآخرون أرسلوا إلى السجن. أقولها مجددا، إن أي شخص سينخرط في العنف والشغب مهما كان دافعهم فإننا سنطبق ضدهم قوة القانون الكاملة. رئيس الوزراء خلال زيارته أحد المساجد يشيد بجهود الشرطة ويخصص خطا ساخنا لحماية المجتمع الإسلامي في البلاد. الشرطة البريطانية في حالة استعداد كامل مع توافد المسلمين إلى أكبر مساجد العاصمة لندن لأداء صلاة الجمعة بعد موجة من العنف استهدفت المهاجرين والمساجد أشعلها اليمين المتطرف. براء العزاوي، المشهد، لندن.